إبراهيم موضوع حلقتنا النهاردة عن كيفية الحصول على غيابات الطلبة والحصول على جميع درجات الأنشطة والاختبارات والواجبات في ملف واحد. طبعا غياب الطلبة عندنا طريقتين، الطريقة من خلال منصة جوجل كلاس روم ومن خلال طريقة غيابات الميت. هنبدأ طبعا بالميت زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الميت اهو عندي علامة صح هنا بضغط عليها بيفتح لي ملف او كشف اكسل بجميع غيابات الطلبة. ادي الملف اهو ظهر، طبعا عشان ما فيش الا انا اللي على الميت فظاهر اسمي انا فقط كمعلم. تمام، بعد ما بينزل الكشف بنضغط على ملف ثم الذهاب الى كلمه تنزيل، ثم اول خيار عندنا مايكروسوفت اكسل بنضغط عليه بيحفظه لنا على الجهاز. طيب معلم يقول لي انا نسيت اعمل هذه الخطوه، راح الغياب؟ لا الغياب لو رحنا على السي في الجهاز في الداونلودز بنجد كل الغيابات بتتحفظ بطريقه اوتوماتيك. طيب هل مفيش طريقه تانيه؟ في طريقه تانيه، طيب هنشوفها دلوقتي مع طريقه غيابات منصه جوجل كلاس روم. تمام، انا طبعا قبل كل حصه بعمل سؤال للطلاب، هل انت حاضر؟ هنفتح السؤال. تمام، عندي مثلا 9 و16 حاضرين، بنروح عند علامة الترس هنا نضغط عليها بيقول لي نسخ كل الدرجات إلى جوجل شيتس، بضغط عليها بيعمل لي فايل برضو إكسل بحضور الطالب وجميع الأنشطة اللي شارك فيها، مش نشاط واحد اللي هو الحضور، كل الأنشطة اللي شارك فيها أثناء اليوم. يبقى تاني بنضغط على علامة الترس أعلى يمين الصفحة لو الصفحة بالإنجليزي أو أعلى اليسار لو هي بالعربي، ونقول له نسخ كل الدرجات إلى جوجل شيتس، واضحة؟ تمام، بنروح تاني إلى الملف مازال بيتحمل. تمام، طيب بعد ما بيتحمل الملف أهو الملف اتحمل بجميع الدرجات، هنلاحظ قدامنا دي جميع الأنشطة اللي أنا حاططها في الحصة. تمام، كلها لو الطالب كان شارك في أي نشاط هياخد هنا درجة أو ممكن أنا أضيف له الدرجة لو أنا عاوز. طيب بنعمل إيه؟ زي ما اتعودنا نضغط على كلمة ملف ثم ننزل عند كلمة داونلود أو تنزيل برضو إلى ملف إكسل. طيب أنا ما عرفتش أعمل الخطوة دي، خلاص راحت؟ لا ما راحتش. تمام، بنرجع تاني إلى الـ9 نقاط. تمام، وعندنا هنا ميزة جميلة جدا اسمها جوجل شيتس. جوجل شيتس دي وظيفتها بتحفظ شيت أو ملف لكل الأعمال والأنشطة والواجبات والغيابات اللي هي بتعملها في الصف. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهي كل الانشطه، انا مش هقدر افتحها طبعا لان ده فصل، هنروح للفصل الافتراضي. تمام، اللي هنعمله ونضغط على الـ9 نقاط وننزل بالاسفل عن جدول البيانات. تمام، هي جوجل شيتس هي جدول البيانات، نضغط عليها بيفتح لي هلاقي كل الميت اتندنس او الحضور اللي انا كنت عملته موجود. لو انا كنت عملت اختبار قصير بيتحفظ هنا اوتوماتيك لوحده اهو، كل انشطتي كل اشيائي موجوده هنا في الجوجل شيتس. يبقى انا ما اقلقش من جزئيه الدرجات، جزئيه الغيابات، اي جزئيه هو بيعمل لي منها نسخه تلقائي. تمام، الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه، نضغط على علامه الترس ونقول له نسخ كل الدرجات الى جوجل شيتس، هو بيعمل لي شيت يومي بكل شيء. يعني مثلا لو ضغطت على هنا اول واحد هيفتح لي الشيت باسماء الطلاب بالانشطه اللي انا انشاتها كلها. تمام، يبقى بكل سهوله اقدر اخد الغياب بطريقتين. تمام، سواء من الميت او من الجوجل كلاس، درجاتي واجباتي كل شيء هيواجده موجود على الجوجل شيتس او جدول بيانات جوجل. وشكرا لحضراتكم.